يقول البارحة البارحة من ضيقة الصدر محسوس غابت علي الشمس في راسه قمة رجلي على جمرة وكبدي على موس عامين والثالث على آخر متمة صديت عن وادم بهالحبل ممسوس وعن وجه ابن عم يهين ابن عمه هدر مسيري عكس والدرب معكوس وادر سلاح الداب نابه وسمه ما كل جاسوس بسميه جاسوس لو نعرف اللي كلفه بالمهمة لكن بيت النمل والذر والسوس مهو بيت اللي كبيرنا مع عمه الناس نبت بروسها ريش طاؤوس تفاخر ولين انكر العبد عمه تنومه سو في شي مهوب ناموس مثل الصلاة اللي على غيره يمه اللي معه دفتر سندات وفلوس ويرهن مقابلها كرامة وذمه يعطيك في الحسنة ندوات ودروس ويصرف لك الأخلاق من راسه كمه انعاف ما كن نطمع فيه مغروس ونطمع في حاجة نسابوها وامه مانوس يا الوادي ولا انتهى بمانوس مهم ولا فيك حاجة مهمة اللي على جالك يصيدون جاموس واللي وراهم ياكلونها بدمه ذيابتك نجسه وفيرانك انجوس من طحت بين يديه وداك فمه اصنام تبنيها نصارى وهندوس على قبور الانبياء ولا امه يا مملكه صدري من القوس للقوس من لا يهمك لا تشيلينا همه جد الولد منحوس وابوه منحوس جاء من ظهره وقال لابليس سمها هون علي عيش منفي ومحبوس ولا ينبعث ريح الخيانه وشمه ماني بدايم رايق اخلاق وهجوس وما ضويت بكارثه جبت بمه. والسلام.